احنا عندنا صناديق كتيره. هبتدي بعرض صندوق المعاشات. صندوق المعاشات اجمالي الايرادات في 2016 كانت 771.9 مليون جنيه الايرادات. المصروفات لهذا العام 819.3 مليون جنيه. يعني في اجمالي يعني في دخل في مصروفات اكبر من الايرادات. عندي العجز 47.4 مليون. صندوق مشروع علاج المهندسين الايرادات 88.1 مليون جنيه. مصروفات والبنك ما بين الايرادات والمصروفات 96.5 مليون مصروفات في عام 2016. خلي الكارت مرفوع. الكارت مرفوع لو سمحت، محدش ينزل ايده. الكارت مرفوع. الكارت مرفوع. في حاجة اسمها ايرادات عامة ومصروفات عامة وتفصيلها بشكل مفصل محدد. دي اللي اسمها ميزانية. اللي اتقدم النهارده ده مش ميزانية. ولا يمكن نوافق او نرفض ميزانية مش ميزانية اساسا. اذا هذه الميزانية مرفوضة ونطالب المركز الجهاز المركزي للمحاسبات باقرار تفاصيل المخالفات وطبعها وعرضها للجميع على موقع النقابة وورقيا. طبعا احنا كنا جايين مركزين على موضوع الميزانية بتاعت 2016 والميزانيه بتاعت 2017، دي الحاجات الاساسيه. طبعا كان في حاجات ما كانش فيها مصداقيه في العرض، كانت محتاجه تجهيز اكتر. تقرير مراقب الجهاز المركزي ما بيتاخدش بعين الاعتبار، ما بيتاخدش بالجديه اللازمه. بنلاقي نفس الملاحظات اللي بنشوفها في الجمعيه اللي فاتت هي اللي قبلها. وبالتالي برغم ان انا عارف ان غالبيه التصويت هتبقى بنعم، بس انا كمهندس حر لازم اقول لا، ان انا معترض على الوضع ده، وان انا بنشد بعد كده ان احنا يبقى في مراعاه للحاجات دي كلها. المفروض ان انا يعني في راجل بيدي ملاحظات على 2013 و2014، طب احنا فين في 2016 في الكلام ده؟ مشروع زي مشروع مصنع المكرونه اللي لغايه النهارده احنا قاعدين بنخسر فيه وبندفع فيه فلوس، طب ليه مش لاقيين حلول؟ ازاي انا ادفع فلوس على مصنع خسران عشان المصنع ما يتاخدش مني؟ فين الحلول بتاعتي؟ انا فين؟ ففي طبعا حاجات كتير جدا او اوجه قصور لازم انا كمهندس ابدي اعتراضي، لكن ما ينفعش ان انا اجي واقول ولا الضال الامين. هو الحمد لله تم اقرار الميزانيه بتاعت 2016 والموازنه بتاعت السنه الجديده ان شاء الله، والحمد لله كان في حضور النهارده، خصوصا النهارده حوالي 1500 مهندس، ودي اول مره في تاريخ النقابه ان يكون العدد ده موجود في الجمعيه العموميه.